هلو everyone, welcome back. ورجعنا تاني يا ولاد بعد الفاصل عشان نحل سؤال جميل جميل جميل. سؤال بيقول a body is moving in a straight line with uniform velocity v to cover a distance d, then it moves with velocity 2v to cover a distance 2d, calculate its average velocity in terms of v. يعني هو عايز ال average velocity بدلالة ال v. بمنتهى البساطة يا ولاد, هو سؤال عامل نفس ان هو سؤال متفوقين ولا متفوقين ولا حاجة, سؤال جميل خالص. انا عندي هنا اهو شاب بتحرك بسرعة v وبقطع مسافة d, ده كان في البداية. بعد كده رحت مشيت بسرعة 2v, وبالتالي انا قطعت مسافة ايه؟ مسافة d ولا 2d؟ 2d. هو بيقول لي قطعت مسافة 2d, وبيقول لي احسب الافرج. احسب الافرج مين؟ فيلوستي. طبعا الافرج فيلوستي في الحالة دي يا شباب انا ماشي بكونستانت ايه؟ هيقول لي بكونستانت فيلوستي. طالما كونستانت فيلوستي لو كتبت لي v final بلس في initial اوفر 2, اعرف ان انت ايه, واخد صفر كبير. القانون ده بستخدمه لما امشي بكونستانت اكسلريشن. هو هنا قايل لي ماشي بكونستانت ايه, فيلوسيتي. يبقى انا استخدم القانون في افريج بيساوي توتال ديستانس ديسبلاسمنت اوفر توتال ايه. طيب وبالتالي هنا يا شباب هقول ايه, دي 1 بلس دي 2 اوفر التايم الاولاني زائد التايم ايه التاني. طب فين التايم الاولاني؟ التايم الاولاني خلال الوقت الاولاني. انا التايم الاولاني هنا بيساوي ايه يا ولاد؟ انا عارفك بتقول ايوه, انا عارف ان السرعه بتساوي مسافه على زمن. اوكي, فالزمن يطلع فوق, فيلوسيتي تنزل تحت, وبالتالي هتبقى التايم الاولاني هو عباره عن ايه, المسافه على السرعه. دي اوفر في, دي اوفر ايه, في في. طب التايم التاني 2D over 2V. التايم التاني هو عبارة عن المسافة نفسها على السرعة بتاعتها, وبالتالي هنا 2D over 2V طبعا هتلاقيها D over V. يعني التايم الأولاني بيساوي نفس التايم ايه التاني, صح؟ تمام. أنا هنا هبدأ أقول المسافة الأولانية ساعة المسافة التانية. المسافة الأولانية كانت D, المسافة التانية ضعفك وبقت كام؟ 2D. فكلهم على بعض بتلاتة ايه؟ دي دي. طب التايم الاولاني بكام يا ولاد؟ التايم الاولاني بدي اوفر في. يبقى انا عندي دي اوفر في زائد التايم التاني 2 دي على 2 في اللي هي دي اوفر في برضه, صح ولا لا؟ تمام. يعني هي المفروض تبقى 2 من واحدة فيهم, صح ولا لا؟ 2 من دي اوفر في, وفوق 3 ايه؟ دي. دي طبعا اللي فوق بسط, البسط البسط نفسه ليه بسط وليه مقام, تمام, اللي هي ايه 8 نيوتن, فاكرينها؟ على العموم يا شباب هنا دي بتطير مع دي, وتحت تحت يطلع ايه فوق. يبقى انا الفي افريج بتساوي ايه يا ولاد؟ 3 اوفر 2 في. طبعا هنا 3 اوفر 2 في, وتحت تحت يطلع ايه فوق خالص, يبقى في. يبقى انا جبت هنا الافريج فيلوسيتي بدلاله مين؟ الفي, زي ما هو كان قايل لي. ونشوفكم يا ولاد بعد الفاصل, تابعونا. Thank you for watching this. كنتم مع مستر وجيه المصري. تابعونا.